قصة يا ريتني طير لطير حواليك، فبالأساس غناها فنان لبناني اسمه إيليا بيضة، اشتهر بغناء المواويل البغدادية. هو أول من غناها بال 1935. قبل ما يعيد الشاعر والملحن يحيى اللبابيدي صياغة كلماتها من أول وجديد بعد ما منعتها إذاعة الشرق الأدنى لأسباب رقابية، وبال 1937 غناها فريد الأطرش. وكلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر لي. فريد الأطرش غنى يا ريت نطير لطير حواليك أول مرة على آلة المندولين، وين؟ في كازينو بديع مصابني اللي اشتغل فيه في بداياته، يعني بال 1935. كان بيغني وكان بيضرب مندولين وبيضرب عود كويس قوي، مندولين كويس جدا، كان بيضرب مندولين ابدع ما يكون. بعدين شجعه فريد فريد غص ايوه انه يتعلم العود عشان كان بيضرب كويس مندولين، صار يضرب عود كمان كويس جدا، وابتدى يلحن عندي. انا كان ابتدى التلحين عندي، اول تقطوة سمعتها منه تلحينه كانت يا ريت نطير لطير حواليك، مطرح ما تروح عيوني عليك، عيوني عليك. ايوه ولتفاصيل أكثر بينضم لإلي الباحث في الموسيقى والأغاني التراثية في فلسطين الأستاذ نادر جلال. أول زيارة لفلسطين بشكل عام كانت عام 1937، وتمت من خلال دعوة الفنان والملحن يحيى اللبابيدي. طبعا لما كان يحيى اللبابيدي مسؤول القسم الموسيقي في إذاعة من القدس في القدس، وفي إحدى زياراته إلى مصر تعرف إلى فريد الأطرش، أعجب بصوته وعزفه على العود، ودعاه إلى فلسطين وأهدى أغنية يا ريتني طير لطير حواليه.